السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا ليا اختي متزوجه بقالها حوالي 10 سنوات، نعم. وهي والدنا يعني راجل ملتزم وشيخ، ووالد زوجها راجل ملتزم وشيخ، وزوجها كان على خلق ودين يعني. وبعدين ربنا قدر وجاله شغل وسافر وبقى يشتغل مع في السياحه ومع السياح وكده، ومن ساعتها وربنا بدل حاله خالص، وبيطول عليها وبيضربها، وكل فترة والتانية بتكتشف ان هو يعني على علاقة مع حد وكده. فدلوقتي هي انفصلت عنه وقعدت سنة منفصلة عني مطلقة ولا ورجعت. عفوا، انفصلت بطلاق أو انفصلت غضبانة كما يقول المصريون؟ لا، انفصلت عنه الطلاق. طلقت. ايوه. طيب، وبعد كده يعني الناس امرأة قالوا عموما طلقت من زوجها لانحراف في سلوكه. وبعد كده بعد سنة تقريبا رجعت، الناس اتدخلت وحصل صلح ورجعت له علشان خاطر أولادها وكده. لما رجعت الوضع ساء أكتر، وبرده بيطول عليها أكتر وبيضربها، والسؤال وبرده كل فترة وبرده السؤال السؤال طيب، اتفضل. ما السؤال؟ ما سؤالك؟ أنا عايز أعرف، يعني عايزين نعرف هي دلوقتي تعمل إيه؟ ما سمع عملت الأول تعمل الثاني. السلام عليكم. تنفصل عنه ثاني إذا كان سيء الخلق ووصل الأمر إلى حد غير محتمل، وربنا يقول في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.